طيب عايز اكمل في اخبار النادي الاهلي. احنا عارفين الاهلي عنده مباراه طبعا مع النجم الساحلي باذن الله تعالى يوم 29، فبالتالي رئيس البعثه هيكون الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، هو اللي هيكون رئيس للبعثه بتاعه النادي في تونس. والفريق زي ما احنا عارفين هيمشي يوم 26 نوفمبر الجاري، هيخلص مباراه الجونه وهيبات ليله ويمشي تاني يوم على طول اللي هو هيكون يوم 26 في اتجاهه لتونس للاستعداد بشكل نهائي لمباراة النجم الساحلي اللي هتكون يوم 29 على ملعب رادس، وهي مباراة في المستهل للمشوار الأفريقي بالتحديد في مرحلة المجموعات. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. دكتور مهند مجدي طبعا كان حريص على الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق من خلال طبعا التواصل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وإن شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ويخلصوا الرحلة دي بثلاث نقاط تكون مهمة في مشوار النادي الأهلي ويرجعوا لنا بالسلامة بإذن الله تعالى.